في سياق متصل، قال الجيش الإسرائيلي إنه شن على مدار الساعات 24 الماضية 25 هجوما على أهداف مختلفة في قطاع غزة، من بينها مهاجمة سيارات بداخلها 8 مسلحين من حركة حماس. وأضاف الجيش في بيان له أن الطيران الحربي استهدف 25 هدفا ينشط فيها المسلحون، وكذلك استهدف مستودعات الذخيرة والبنى التحتية تحت الأرض وغيرها. وتابع البيان أن سلاح الجو قصف سيارة كان بداخلها 8 مقاتلين ينتمون لحركة حماس وسط قطاع غزة. كما كشف تحقيق لشبكة NBC نيوز الأمريكية عن غارات إسرائيلية استهدفت مناطق في غزة صنفها الجيش الإسرائيلي بأنها آمنة. ذكر التقرير أن العشرات من الفلسطينيين قتلوا في 7 غارات جوية في مناطق جنوب غزة التي حددها الجيش الإسرائيلي صراحة كمناطق آمنة، وأن الغارات وقعت بين يناير إلى إبريل، مبينا أن 6 منها في رفح والسابعة في منطقة المواصي. ووفقا للإحداثيات التي قام برصدها التحقيق، فإن الضربات 7 أصابت جميعها منطقة حددها الجيش الإسرائيلي كمنطقة إخلاء في خريطة تفاعلية على الإنترنت نشرت في 1 ديسمبر الماضي. وفي 18 من ديسمبر أسقط الجيش الإسرائيلي منشورات حددت أحياء تل السلطان والزهور في رفح ومخيم الشابورة كمناطق آمنة، وطلبت من السكان الذهاب إلى هناك. في سياق ذي صلة، استؤنفت شحنات المساعدات من قبرص إلى غزة في ساعة متأخرة من مساء أمس الجمعة بإبحار سفينة تحمل مواد غذائية إلى القطاع بعد توقف المساعدات عقب مقتل 7 من موظف الإغاثة في غارة إسرائيلية. وقال مصدر قبرصي إن سفينة صغيرة غادرت من لارينكا محملة بمساعدات إماراتية. ويذكر أن عمليات نقل المساعدات من قبرص إلى غزة عبر البحر توقفت عقب تعليق منظمة World Central Kitchen غير الحكومية نشاطها بعد الهجوم الذي وقع في أوائل إبريل الجاري وأدى إلى مقتل عدد من العاملين في المنظمة. أكد ستيفن دوجاريك المتحدث باسم الأمم المتحدة إغلاق محقق المنظمة الدولية ملفات موظفين في الأونروا. كانت إسرائيل قد اتهمتهم بالضلوع في هجوم حماس في 7 أكتوبر. وأضاف دوجاريك أن المحققين علقوا 3 قضايا أخرى، وأن التحقيق الذي يجريه مكتب خدمات الرقابة الداخلية مستمر في الحالات 8 المتبقية. كما أكد أن محقق الأمم المتحدة سيزورون إسرائيل للمرة الثانية في شهر مايو المقبل. أغلقنا التحقيق في إحدى الحالات لأن إسرائيل لم تقدم أي دليل يدعم الادعاءات ضد الموظف، كما قمنا بتعليق التحقيق في 3 أخرى لأن المعلومات التي قدمتها إسرائيل ليست كافية لمكتب خدمات الرقابة الداخلية من أجل المضي قدما في التحقيق، ومستمرون في التحقيق في الحالات 8 المتبقية، كما ندرس الإجراءات الإدارية التصحيحية التي يتعين اتخاذها. من رام الله الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، مرحبا بك دكتور. يعني الآن طرح جديد مرونة بحسب ما يرشح من أخبار في بعض طاقم كابينة الحرب، وتشدد من جانب آخر. هل لهذه الصفقة فرصة أكبر باعتبار أن الوسيط المصري يحاول أن يقدم مقاربات هنا وهناك تقرب بين الأطراف، مسألة إطلاق السراح مقابل وقف لإطلاق النار، يعني كما نقول بالقطاعي، ولكن في المجمل هي ربما هو التكتيك أو تحايل ربما لإرضاء الأطراف؟ يعني تحياتي لك أستاذ سعد ولكافة المشاهدين الكرام.
ودعني بس أعقب على ما جاء في التقرير حول أنه هناك استهداف من قبل قوات الاحتلال ل 25 هدف عسكري في قطاع غزة بعد 204 يوم، يعني 4 أيام ما بعد ال 200 بيشنوا هجوم على 25 هدف. غزة التي كلها 360 كيلومتر ودخلت القوات العسكرية الإسرائيلية كل مناطق غزة باستثناء مدينة رفح، وتمتلك قوة تكنولوجية هائلة بدعم أمريكي فرنسي بريطاني ألماني. هذا الجيش الأعمى الذي بعد 204 أيام بشن هجوم على 25 هدف، هذه الأهداف أغلبيتها مدنية، وهكذا تقول المنظمات الدولية. تم استهدافها علما أنهم لهم علم مسبق بأنهم موجودين هنا لاجئين ونازحين، وهم الذين طلبوا من المواطنين بالذهاب لهذه المناطق ومحددة ورموا مناشير عليهم سابقا. بس فقط للتعليق بأن هذا الجيش الأعمى الذي لا يقدر ما هو مقدرات المقاومين ولا يعرف حجم الأنفاق ولا طبيعة هذه الأنفاق ولا حتى طريقة التسليح الموجودة، فبالتالي يتفاجأ كل يوم بأحداث جديدة، وهذه ستطول المعركة وهي طويلة جدا، وتذهب قد تذهب قوات الاحتلال باتجاه مختلف في مدينة رفح. لذلك كان الشراكة أو بالشراكة الأمريكية المصرية قدمت هذا المقترح لتسوية لتنقذ الموقف كمشروع إنقاذ لوضع يعني هناك خطر جدا قد يتدحرج بعد مزرعة في رفح إلى حرب إقليمية. والمعلومات تقول بأنه حتى الإيرانيين مع حلفائهم في المنطقة هم أيضا لن يسمحوا بسقوط رفح أو سقوط حركة حماس بين المزدوجين، ونحن نقول بأنه هذه المجزرة موجهة ضد أبناء شعبنا الفلسطيني. حينما تكون المنطقة الملتهبة أو مناطق التوتر تؤثر على السلم الإقليمي والدولي، ستكون هناك تدخل من القوى الخارجية لضبط هذه الساحات إذا وصلت الأمور إلى إمكانية تفجرها. الولايات المتحدة الأمريكية تدرك تماما بأنه غياب مبادرة سياسية معنى ذلك فراغ سياسي، هم لا يرغبون بذلك. الجانب الثاني أرادوا قطع الطريق على نتنياهو حتى لا يذهب باتجاه مجزرة. الجانب الثالث وهو مهم جدا، حتى الأمور لا تخرج عن السيطرة ويترك للقوى الخارجية من فلسطين التدخل، وبالتالي هون أقلمت الحرب وهذا شيء دموي. أعتقد المبادرة المصرية كانت مشروع إنقاذ للفلسطينيين والإسرائيليين ولمصر وقواسيط ولقطر والأمريكيين، لذلك ارتكزت على مرحلتها وليس على صفقة واحدة. ولكن الحديث الذي يشار من داخل دولة الاحتلال الكابينت واجتماعاته، كل الأجهزة الأمنية والعسكرية وحتى زنجوت و جانس هو موافقين، بما فيه حتى جالنت متردد لكنه أقرب للموافقة، لكن نتنياهو يخاف على فرض عقد هذه الحكومة الفاشية وبالتالي ستنتهي الأمور إلى محاكمات. هون التردد، نحن أمام فرصة في 72 ساعة القادمة، نأمل أن يكون رد إخوتنا في حماس مرن يتجاوب مع طبيعة القوى الدولية والمشروع المصري، بحيث ألا تذهب نتنياهو بحجة أنه حماس رفضت الموضوع، سنكون أمام مقتل كبير جدا. ولكن أنا أقول تعليقا، يعني هنا مهم ما أشرت إليه أن مجموعة من الضباط وعلى رأسهم وزير الدفاع، وهذا مفهوم يعني من قبيل الوفاء لزملائهم يعني الذين هم في الأسر يعني، لكن الكلمة الفصل في داخل الكابينت لمن؟ بالتأكيد لنتنياهو، بالتأكيد نتنياهو هو صاحب القرار ويستطيع أن يعطل ويطلق يسير، بدليل هو عطل اجتياح رفح لمدة شهرين كاملات وهناك الخطط العسكرية موجودة على الطاولة. لماذا؟ لأنه يستخدم نتنياهو موضوع رفح للابتزاز السياسي للجميع، وكلما يأجل في التوقيت ويخوض معركة بعد شهرين في رفح فهو أطال أمد المعركة، يريد أن يصل إلى انتخابات أمريكية ويكون الإدارة الأمريكية الديمقراطية غير موجودة. لذلك جاءت المبادرة المصرية تطالب بهدنة لمدة عام لكي تكون انتهت هذه الحكومة اليمينية المتطرفة وأقبلت على انتخابات داخلية بإسرائيل، وبالتالي إمكانية التغيير من الداخل بحكومة وسطية وليس يسارية وليس ليبرالية. اليمين بالرغم من تطرفه صحيح، لكن هذه الحرب غيرت الجميع وغيرت الإسرائيليين من الداخل. صحيح هم في تطرف، في عاطفة، في انشداد للقتل والانتقام، ولكنه حينما يذهب لصندوق الانتخاب لن ينتخب كثير سموتريتش مرة أخرى. تبقى السياسة حاضرة أيضا حتى في هذا المشهد المعقد يعني والمحتدم. من رام الله الدكتور محمد المصري الخبير في الشؤون الأمنية والاستراتيجية، شكرا على كل هذه القراءات.